ومساكم الله بالخير. مساك الله خير يا ابو سعود. هلا يا ابو سعود. اخضر. مساك الله بالخير يا ابو سعود. هلا 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 بلش انا براح المحطة. هلا. اي والله. مساك الله. هذا ما ينفع هلا. مساك الله بالخير ربع. يا مرحبا يا مسجد النور. الله يحييك الله يحييك. نوركم. الله يعافيك. ان شاء الله. وين الوجهة يا ابو يوسف؟ والله الوجهة يمها يذكرون انطار. يمها البدريات من العمرية وشرق. وين انطار يا ابو ياسر؟ سمعت والله يمها العمرية يذكرون. شرجي العمرية. الله يجيب الخير. الله كريم ايوه. لا في الليلة مراحلة. هذه مجرد علوم لكن احنا بنصل الموقع. ان شاء الله. ونبي نشوف. والله من زلوم هذا عليه مطر واجد. ما شاء الله هي داخلة الديرة لكن أيوه. طلعنا. ايوه. اي تو جاء المطر تو جاء. ما شاء الله تبارك الله. علوم هالاجهزه يا ابو سعود يقول الطويل وراف ما شاء الله جاي ولو مطر الله كريم الله يجيب الخير يا ابو حمدان ما كلم احد منها هذه الله حول ولا قوه الا بالله دون هالطويل خلاص لقى خويه وراسله يا ابو حمد يا رجل يا ابو يوسف عايزها تمشي زمر عليك شوي ما ادري وش يقول يلا 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 مشينا يقول مليان بس ما ادري شو حطهم ذول هوا ما هو هوا يقول مراد ما خلى شيء بالبيت هلا فحم ما اخذ له فحم يلا مشينا مشينا ايوه كاسروا يا ابو علي حسان ابو حمد شلون ما اخذنا معه احنا طالب؟ سري هو ابو احمد ودوسر معنا التنك مليته ملي لا لا ما صح ما صح معنا خذ لك جدعه حظا بس ما طار خذ لك جدعه يا ريالك خذ لك جدعه قدامنا بعد سعود بجهوينا ونبي نوافق ويانا ان شاء الله بتال عدل العلوم العلوم تبدا من السبت ان شاء الله مثل ما قلنا اليوم الخميس 12/5 طبعا البارح طاح مطر المطر هذا على على زلوم على العماريه طبعا اخبار جتنا احنا طالعين نبي نتقهوى عند سعود نبي نتمشى على ذكرى المطر وان شاء الله ان نحصل المطر يا ابو سعود ولا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاي مطر ما شاء الله عقب ما كانت المغامرات عندي بالجوال ما شاء الله طلعني فاضي متفضي الحمد لله طيب اللي جاي ما عندي شغله اللي تشغلني اوقات البيت وين؟ ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي والله يا شباب يا شباب منور رجع خير وتسلم يا ابو وليد والله ما يحتاج والله الله يرحم والله يرحم يسامحك والله انه سكرت سكرت طفيت الجهاز اي بس انا بالشغال ما ادري يا ولد هلا السلام عليكم سلام يا محيي مبروك عليك المطر علينا وعليك ما شاء الله تبارك الله يا حي الله يحييك ما شاء الله يا حبيبي والله هلا يا الحي الله يحييك هلا والله العوضة هلا والله سعود كيف الحال شلونك ساك طيب خير الحال شلونك؟ شلونك؟ طيب هذا الشيخ نواف والشيخ ابو ياسر ونعم اي وبلحي نعم يقول يلا حيا يا هلا ما شاء الله يا اخوي تقول ما يوديني هنا وشو؟ سلام عليك سلام عليك. يا هلا سلام كيف حالكم؟ الله يحييك الله يحييك يا هلا شلونك؟ طيب شلونك؟ كيف انت؟ كيف الحال؟ الله يحييك الله يحييك الله يحييك شو قاعد المطر يا سعود؟ والله احنا في زين قطور بيت قطور بيت زين وش تعمل انت ابو سعود؟ بسلم قام علينا وضوء ما تنفهزون شوي انا بشب الناس لا ما انا بنفش انا اقول انك احنا قلطين اليوم وعلومك يا سعود والله بشرك بشرنا طيب. على المطر والله المطر يا طويل العمر والسلامه قطور بيت ما شاء الله زين 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 الله يتبع متى جاك المطر؟ جاء الساعه 1 وجاء الساعه 3 الفجر ايه ما شاء الله تبارك الله يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علوم اخبار جديده والله بشرك هيا انت ابو محمد والله موجود بهذا مشوار جاء ايه ما شاء الله متى جاء؟ جاء البارح
طيران. ايه. ما ذكر مطر. عند عزبته. ايه. لا بالرياض ما ما شاء الله. ايه. واحد. يقول ربع مشوار. هل على زلو. يقولون لو معك لو تبي تروي الواي تروي. ما شاء الله. وين هذا؟ ورا ها 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 هالجهة. هذه فيها خبرة هنا يا خبرة. على الطار هذاك. عله من غير. يمكن. على الطار هذا في خبرة. اي هم يقولون المناجع هنا. ايه يمكن بها. شوف لونها الحين حمار الطعوش. ما شاء الله. ابو ناصر هذا يقول. ابو ناصر ابو ما ادري هذا ناصر اليوم ولا باكر. لا لا وشو له؟ لا شك ولد. هلا. شفت الطويست اللي يطبخ بها ابو سعود هنا. اللي يطبخ بها الخوابه. ايه. ايه. لقيت لها شدي انا. لقيت له شبيه. شبيه شبيه. ايوه وين؟ شوف هذا. يا ولد هذا ودك تاكله. هذا شمله. هذا يمل الطويش اللي هنا. نبي ناخذ معنا الطويش. هذا لو افتحه مو كليت وانا. الطويش انت جبتها معك ابو سعود ولا؟ لا والله. شوف شوف. هذا نبي نطبخ معنا بهذا. نبي نطبخ خوضه بهذا ونصبه بالطويش هذيك. الحين هذا شو اسمه؟ الزنجبيل. زنجبيل. خلطه ما هي بس زنجبيل. والله. تشرب نمو. هذا محلنا هذا مو يقضي ابو سعود اترك مع يا ابو يوسف اترك مع امير الاسود ما هو يقضي سعود حطه بهذا مو يقضي عشان هو يقول بارد مو يقضي حطه بهذاك وحط عليه الورده اعجنه وشو لك ليه طيب معك بديل له لا لا اجيب لك لا لا ترك تجيب لا الحين هاي الحين حطه تحت التاي افتح الباب افتح الباب يلا هات يلا حطه تحت التاي ما بلو ما بغير الكراتين يا عمر ما نبدله هذا يخلوه له معروف علينا ما نقدر والله انها عشان عقل وانا هذا له معروف علي لا بالله لا عليك لك انت ايه؟ والله هذه هذه هذا للناس اللي ما بهم سكر اسمع اسمع هذه هذه عجبتك الطويش كنا والبريج هذا اللي مو سكر هو له طويش كنا هذه عجبته وهذا هو يشتري لي شنطه ليه ليه اسمع دش يا رجل حطه بريج يوسف هذا بريد الشاهي شت الطويس اللي يطبخ به حق الكاسات بس ايش الكاسات اللي ياخذ لنا ما شاء الله تبارك الله هذا جهاز شغال هذا كنا نطفي طفى الملوى ازعجنا طلع لي 30 وطلع لي 20 ليه طفى ما دام احنا جالسين طفى خربان ريب بس انا اريد انا العصا لا لا ظاهر مقال اقرع اقرع يا سعود لا 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 وشو اليوم؟ خش على المخبز لا ما يبي ما يبي ما يبي يجي وشو؟ يجي يجي عمل ابو زنجبيل يا رجل هذا اسمع هذا مو حوله هذا يا رجل هذا مرفاس هذا هذا حطه بسط هذا هذا لا يا رجل لا 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 بالله تبدل خذوا البريجات كثر لا لا خله خله هذا خله خله يا ابن الحلال هذا مطبخ وش بلاك؟ ايه لا 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 حطه حطه يا ابو هذا فعلا مطبخ ابو ما هذا ما حق ما انا مو حق شيء بريد سعود عندي هذا هذا راح نجيب لا هذا بريد غير شكل هذا جديد يا اخوي اجينا ناخذه ناخذه طيب والله يبارك لك امسك 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 يا ويلي هذا وش هربشت هذا يا بلون هذا فيد حليب هذا كيفك يا ولد هذا حطه حق زنجبيل زنجبيل هذا شو هذا الحاله يبا له دبه غاز اي والله اي والله ما يطلب ما في مثل بريد لا يا رجال هذا من بيشرب يا رجال حط ابو شاهي لا 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 هذا ما هو هذا مو فيك شاهي هذا شو من حق ابو يوسف لا لا حتى حق ابو يوسف مو شيء شعمل بني ابو ما قصرت كلنا ناخذ بريد احنا نرجعها لا 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 رجعوا رجعوا هذول البريتات ايش مالنا نطينا احنا نطينا بس ما اعطانا مال لا 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 رجعوه كرشوا رجعوه رجعوه له مثل ابو خذ البريجات واجد ابريجات واجد والله يا ابو يوسف لو تضرب لك واحد به هلا هذا هذا مو جيد هذا الطيب ترى هذا ما يفور يا رجل لا يفور وبعدين شاهي غير شكل هذا نظرته واستكبر نظره هذا نحاس هذا هذا حق القهوه هذا هذا نحاس ترى حق القهوه مو حق شاهي هذاك صدق هذا حق القهوه نحاس يا ابو سعيد شلون هذا نحاس شاهي قمقوم هذا قمقوم والله الله والله كيفك كيف هو تطبخ القهوه اقلبها كيفك والله شاي لا حطوا شاي ما هذا خلى الحليب ما اكثر نعمل به حليب لا لا هذا حق شاي شاي الشاي ما مدرو يا اخي والله ثقيل اول معي اثنين ما اخذ اثنين لا اي وحل وسطه هذا حاس يا ابو سعود هذا يا اخي ابوه ابوي هذا مال شاي اي هذا قيمته ب 2500 بس
مع دلاله. لا لا الحال يا ولد هذا اسمع ب 2500 بس الشاهي يوم ضبط الشاهي بو هذا ب 2500 مع فاتوره احنا بنرجع يا ابو. اي هذا به العلفه واحد يشريه هذا يمين بتلعشه وفي حد يشريه لا هذا مطبخنا هذا ابو علف يمين بتلعشه ب 2000 ريال قريب ايه ترى عند مع الكبري هذا بروج عند الجسر ايه عند الجسر زين فاتوره تنزل يمين ولا يسار تلقاه انا معلق يلا بيدك ولا شيء انت تقهوي من هذا لا لا صب لي شاي وش لا من هذا هذا ما هذا 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 مثل طعام الطويش هنا والله رحت اشرب انا كنت اشرب منه وما قضى اي تجي باري لا 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 طيب مليت كاسك تقوى بشيل عاد مليان لا مو على مشافته وسطه كبير والله ما شاء الله نزل 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 كاسك هذا ما شاء الله لله جنجبيل ما يعني هذا بقول ثلاث كاسات زين ولا ابو اربع المخوط انا هذا واحد ثاني وحده المخوط يا ولد انا هذه ثاني وحده وانت هذه الثالثه اي هو يمكن شرب اوه با اثنين بعد ابوي جبو اي الريم مال ال 6 5 هذا ما يصلح للشعوج يا قفو هذا ما هو اخذه على مقاسه ايه يا ولد لقينا في هذه المحطه برتقال بس خربان لا لا هذا يوسف عندي بلدي بلدي اي والله انا بنجيبه مره خربان برتقال بو نقوط شوت قول يا جيت سلوم دق عليه خلنا بنش بنديون لا احنا بنديونين احنا بنديونين يلا يلا سعود خلوا خلوا هذا ما بيها واقف انا بيها هذا جديد ولا انا بيها انا بيها لا والله هذا والله ما يمشي لا يا بيها الاسود معتك فيها اسود اكبر منه بعد يا بيها معتك هو ما يعمل لا. ها ما يعمل وشو بسم الله الجلنطر بسم الله waiting connection bluetooth connection success بسم الله علوم اخبار يا سعود الله بشرك طيب شو الاخبار الله يسلمك تمام وشو وشو حالي طالع منها مع عندها قزاز وين هذه ربله ولا وش سفت لم لا لا لمبه بالله ايه هي قزازه قصدك ما ادري شوف شيء مشاتر ما ادري وشو وين لا لا لمبه لمبه موصله انا سلامات ايش بلاها هذه من كسمه من كسر يا كسرت بكره ولا بكره يمكن ما كسرت صغيرة ها صغيرة أيوة صغيرة حوارة هلا كل أيام تخبرة هاي ولدة أيوة هذه ما هذه أعوذ بالله إيش أنت حاط عليها يا سعود إيش أنت حاط عليها يا أخي باربجو هذا من كسمه وين مع فخذه كسره اعوذ بالله وش هذا وش هذا الابيض هذا وين عجين وحلبه نفهم فهمت انا بس افتح يحو هذا وش هو الجبارة يا سعود؟ عجين وحلب وملح طيب تحس في شيء يعني هوز وهذول هذا هوز اللي تحطه ايه خشب طيب تحس انها شوى يعني ما تقوم هلا تقوم والله كم له يوم الحين؟ ها؟ كم له يوم؟ لها اكثر من 10 ايام عقب ما مشيت بيوم لا جيت الصبح من كسر يعني جيت الصبح من كسر وديتها وجبرها الدكتور تجبير ان غلط وديتها يعني وكسرها ثاني مره نروح سامي من
وين تعال تطببت به؟ ايه ولا هي تخرع كسرين العظم طالع اعوذ بالله في بعض العظام طشيناه وامس هل التاقة تزبط؟ لا احمد ها تبتقو تحاربين الذبح ها؟ اقول حرام يا رجل هاشي هذه ما تنذبح قوم بالله تقوم لا 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 تقوم ما توطي هو يا سوري لا ما توطي توه يا رجل تونا مجبرين دخل امه علي خلاص اربع روح سكرت علي هذا ها روح سكرت علي ما ادري لنا تطلع له على الله ولا لقيناه مدوجه دوده رجله ايه من تجبيره الدكتور ايه نظفناه بس هلقط الكاميرا ان شاء الله شوف يا طويل العمر في ناقة تولد هذا لا لا تنزع ايش بك عليه لا لا ما تنزع وين تنزع تولي والله ما تلقى تنزع بيعه والله والله لا بيعه شوف هذا ذي يصير هنا مع الثلاثة بسم الله ان شاء الله باكر يرزق الله في الامطار ان شاء الله نربع الله يجيب الخير اي والله تسوي ابو سعود؟ اي تسوي ابو سعود؟ تسوي خمايع؟ تسوي خمايع ما شاء الله وش جمري ولا مصري ولا شو؟ لا مصري ما ادري جمري كمري جمري هذا جمري مخموم متى تخلص هذا يا ابو سعود؟ شفت وين ياك؟ شو؟ يقول متى تخلص؟ خلاص خلاص ابد 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 يمكن ابو محمد اللي جاء وش جا وين؟ عجيب انا لا والله طيب انت بتقولون حمله لا لا انت حمله حطب وصار تصوير يا مرسي يا رب اي هو الرعيه اللي تحت يدي ابو يوسف معروف شرح يمن الغرام عليك اي والله شوف عملهم ابو يوسف 20000 ماشي يقولنا بنغشر بنحمل حطب على السلم انا ما مع 100 هو نمسك الزفت شوف اختلف وش هذا الماء اي وش هذا يا رجال زين بس اشرب ماء وش فرص صوت كذا؟ كل شوي نوجه الله يا رجل وش صوت وش النغمة هذه؟ هذا الألمة نغمة الألمة يعلمك الألمة كل شوي تشرب مي نغمة ماء كل ساعة شلون يعني؟ كل ساعة وانت كل ساعة الرجال يقول ما شرب مي من مشينا ليه؟ طيب وش اسمه؟ انا علمي بالممس بالجوال يا ابو انا من اللي حطها لك ما باكتمه والله حطها لي
انا علمي بهو العام بالبقال بدال يقول نبي نحط لك يا علمي بهو العام احنا بالحماد بالقيل ليه والله تبي يصير وقت اشتا اقسم بالله على اتكلم عن نفسي اني انسى الماء يا ما اشوف يا ما اشوف واحد يشرب ماء وتذكر اني لفتره ما اشرب شبيب واشربه والله انه جيد وياسر حط له نغمه بس انه كل ساعتين وياسر والله انا وياسر انت كل ساعتين تشرب كل ساعه ادري وش الساعه كل ساعه كل ساعه اشرب ثلاث اربع من هذه ما شاء الله اي والله مر خوي معين على انت صحيا لنفسك كذا ولا احد لا بلا صحيا لنفسي انا ما تعاني من شيء معين لا تاخذ مسيل اي هذا مسيل الزنجبيل هذا جاء علي سعود يقول هذا ها؟ أنا أخذت الزنجبيل الأخضر وقال سعود لا هذا أحسن يا سعود والله ما أعرف له ترى ما يدري وش يبي لهم لهم ترى الحين ما خلاص لا ما أعرف ما أعرف هبي عطها الرجل عطها رأيها اللي أعرف له أقولك ما أدري أبغى رجل أنا شفت هذه الطبخة حط حطبه الحين حط حطبه الحين نحط لك عليها مي حار حط كب كبر يبو لا 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 كبر يبو كبر يبو لا عليه بس واجد واجد ترى ما لقى ما حطيت شيء هو مو شيء هذا جاهز مخلوط جاهز ابو يوسف بريز هذا بصبعك تحطه هي والله ما لا والله لا تحاقر لا ما تحاقروا على المقاس يا الدعوه مو تحطوا زنجبيل كله ما اقدر اشرب اول والله يهور ريح هذا المفروض تعمل لنا قهوه هذا منين تاخذ ينحط بعد ما قهوه وش هو زنجبيل هذا ينحط رجال سنه اللي يروح مع كل شيء زود 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 ها عطى ترى تملاه هذا مثل ما ابو ياسر ابريج هذا كل وش رب الماء ابريج احسبه سكر ولا تبون بدون ما اشوف ابو يوسف لا لا انا ابو سعود ما اشرب السكر خارجي خله ابو لو يشوفه المهلي ايه لو يشوفها بريز المهلي هذا ابو هل اخو بو ليه هذا عجبه ادري بس لو شوفه معدل لك طعمه لا لو شوفه ولد ودي اعلق عليه هالشيء ابوه طعمه حلو هذا لا لا انا معي عجبه كامله انا منزله حمل عجبه شوف لونها كلها لون يعني هذا خاص كلها حجم صغير اي رعد هذه حقه السرحه هذه هذا حق السرحه شوف ها ياخذ هنا هذا شوف بالله تعزه يا حليل شد ليله يا ابو شوف حتى كرتونك ايش ما يبي عجن هو بيوش شوف حتى الدلع صغير شوف صغير فنجيك وكاسات تمشي الحال الله تعطل وش هذا يا سعود تعمل والما ابو يوسف الما علبتين صحهم الما هذا يحطهم معه لا الما الجيب مليان يحط هذه تكفي تكفي عزبه هذا بس من القضاء بحطه في هذا هذا المفروض اني ما طلعه غيبه هذه اصغر عزبه تمر عليها ايوه يا طول العمر لانه ياسر بريه هذه جاهزه جاهزه هذه على الرحول هذه على الرحول على مخباك تجود بهاللون تمشي اي والله هذا دايم مرمرتك يا ولد هذا لو اشوفه انا احسب انه مخده هذا دايم مرمرتك لا حلوه هذه صرت سراح سراح ولا لو تعطل ولا لو تبنشر ولا اي شيء يصير ابد انك فنها اربع علب علبتين به وعلبتين مخبيه كمين يسار ابد لو تمشي على رجلك الله يعافيك يا رجل كل حاجه حلوه عندك يا سعود اي والله كوكتيل بس هل يروحنا نبي نخلي ابوك عندك يا اخوي هبدا حي والله احنا هنا غثنا بالطويش تبس كل ليله يقضي ليلنا وحنا الرعيه هلا ركبت له هو هاوكوش ريالي ما هاوكا اللي ما الغرفة ايه ري ملعب تمشي على جنب هاوكوش هاوك ها ملعبة الشاسم اسمع ها ركبت له هاوك ها ركبت له تاكل المطبخ موسم شي يفكر هذا ليه بس ما يفيد مغسل عشان ناس فقال تنجيز بس هذه كلفت عليك 30,000 طبقتها من فوق كم هذا؟ أبيض وحمر هذه بكم؟ والله إنه كم بالله كم؟ بالله كم كم؟ تعدت يعني تأكل 10 تعدت شارج 10 بالك 10 بشارين واحد تن جديد لا لا فلا لا بلي على العذبة
ما شفت يوم وين حنا انت خانق يا ولد ما يضيع ما تدب الهندي وخانق هو خانق شفت انا سكروب يقول تخانق مع العجارب ما ادري ها لو تشوفها الحين ها كان تخانق اليوم احد ولا يسلمك غير تخانق بها عجارب بيجي يا فايد الزنك منتهي اي زنك الزنك اللي يزبطه في يزبط ودعوه لك ما يتهزع ولا يسلمك من اضرب بها اول بطناج اللي ينبث فايد البرغي بهذا اولا فورا ما جاب البطريق وطلعت اللي تشوف تدفعه اما نكست له لك حق تهثي حديد متهثي بس مسرى انا كليله يوم احنا النسري يوم تخلونا معك الفيدات الناس بغت تقلب الواي انتهي يا رجال الوايد دار كفرات تخانقت انا بغيت تخانق انا والهندي خانق علشانه كم جمط علينا كاننا ما احنا بصنعيه يا رجل يعني لو انت بلخلا شوف ولا عندك الا هو هذا تعال بس طيب انا ابني ديري ابني مدينه ها زود الشاسع عدوا شيبي انا اخذ خمسه شغلتي حط الشاسع على السلك بس شغلته بخمسه شغل يدو ها اول مرة عقب النزل 4000 4000 عقب نم جوه وكمل 5000 يا ابو حي كم يا شنطة قل لي راس مرتبة بهالغرفة مريحة لا ويزمط كم شغل ب20 على الراس والله خذ واحد 28 حاجة يا اخو لا ب 15 هذا ب 15 واجب هو يلنا ومريح راسك انا هدسته اي والله العظيم خليه بس من سواق راس هي يا ويلي تحوشه الجيب والراس يا رجال والوايت منين وسواك جد ليه يعني الغرفة الأولى اللي عندك سعود لو جبالت ليفتة ما شين الربع خوي يلنا بالأمر هي تقهوة كرم قال يا سعود هلا حياك الله تبي حاجة توصل معي شين أبو ياسر يلا مشينا السلام خذينا زنجبيلك مرة إن شاء الله نعوض أبدا سلم عليك هلا أنت معطيتونها بريد جاي بمن الله يا يوسف هلا ابو سعيد هلا بمن الكري تبو شيء تبو بريجاي دلال شيء يوسف على لساني ها يقول رحت السعود خلوه خذونه معك حيا والله باي وقت هذا الساعه مبروك نذال عليك لا ابدا هذا الساعه مبروك حيا والله المطر ان شاء الله امين ان شاء الله لنا زياره اعطونا علوم المطر ان شاء الله اعطونا علوم المطر توصل شيء ذيب هذا ما تعرفنا عليك هذا سليم لافي الحازمي جارنا أبوه لافي أبو ياسر صديقي فيك شبه من أبو ليان هذا أبو الشاعر اللي قصد بعض أبو ليان اللي بعرع أبو محمد إيه نعرفه من جماعة هذا الشاعر أبوه هذا قصد أبو محمد الظفيري والله يستاهل أبو محمد ونعم والله هذه قصيدة يوم يرسلها لك أنا وعاد بتشوف أبو باعر إيه والله إيه هذه باعر هذه دون الرجال إيه ضربون عند أبو محمد إيه والله الله يرزقكم ان شاء الله يرزق الجميع ان شاء الله من ياسر يلا بملنا سيروا عليه ان شاء الله لا بتاخذون منها خضرة معك لا والله ما عندي ابو والله لا تخرب الرواق لا معك كرتون لا معنا ابو العرعر ولا لا منها حمريه بسم الله تكرر بسم الله توكلنا على الله